لي صوت يا مزاجنا ومزجنا مزجتك بالراب سمعنا ومزجنا برنامجنا في الحال معلومات مقابلات انتقادات من الميدل ايست brought to you by blackout and Arab League رش والعفريت on beat افتح ستارة بنقل الشارع والحارة ميدياز جي جيبارا مع blackout click back قناصين الشطار انتاج من تحت الارض واقع بدون استيراد اتخبط اتخبط التخبيط طب تخاطب مين محمود الخطيب والله خلي البيت يشوط ورش والعفريت في مزجنا بمزجتك مزجنا العفريت وغالي وهو دوا برنامجنا سايكو بدايه كوميديا موقف خفية هتسمعها وتشوفها كنا حركاتك رباطية وصلت لا ترجع لي تاني يا سعيد يقولك دلوقتي اجمل المعاني اهلا وسهلا افتح كل فيديوهاتنا مره 50 مع ارب ليج ثاني والشباب كلها احنا زي طبعا زي الفل لسه هنخش نغني تاني بقى مستر ميكي يو 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 حوستي انا اوف كورس ذا وان اند اونلي مش عاجبهم ما يتفرجوش بس هما بيتفرجوا على فكره مستر ميكي ممكن تقول حاجه بعد اذن ساعتك قول الحاقدين اللي انت عايزه بقى بص يعني ده بقى بص شوف انا مش هقول لك كلمه واحده ها you heard ده شيء حد معين في دماغنا واحنا بنتكلم في اغاني الباتل look we are singing the rap okay yeah with good flow with good flow ماشي we're singing the motherfucker والحاجات دي the motherfucker والحاجات البلاك اهلا بيكم الحلقه الثانيه وبرنامج مزتنا معاكم ياسر عفريت الكلام كريم رش زي ما وعدناكم في برنامجنا مزتنا ان احنا هنجيب واحد ميوزيشن جامد وبيفهم في هيب هوب بطريقه جامده عشان كده جبنا لكم النهارده كيسي واحد مصري نيجيري عايش في مصر طول عمره وبيشتغل ودماغه كلها مزيكا وبيشتغل معانا ومع ناس كتير جدا وجايب النهارده هو واحد معاه صاحبه اسمه اسماعيل بيعزف لايف ميوزك ده بيعزف كيبورد وبيعزف جيتار يعني ليله كبيره قوي تعالوا مع بعض نشوف الطبخه فهتبقى مفاجاه لينا مفاجاه ليكم يلا بينا الحمد لله عند كيسي دلوقتي وهو مش عند كيسي واحد صاحبه اسماعيل براده ده هم شغالين في حاجه مرضوش يقولوا لنا عليها سر ابن لذيذ فهنعرف دلوقتي هم شغالين في ايه عشان بالمره كمان نعمل مع كيسي الانترفيو ونظبط اليوم يلا يلا بينا الو سمع ايه الاخبار ايه يا سمع طب يلا خش الباب مفتوح ماشي يا شت كويس الله يا مان واضح ان هي ليله واضح ان هي ايه احنا هنا وانا سامع شغل نار وانا داخل مش هستنى حد ما يفتح ودينا دلوقتي وصلنا عند كيسي ار برودكشن اللي هو محمود ياسر كيسي فريق اول الامبراطور اسماعيل براده ودلوقتي هنتفرج ازاي هما بقى بيشتغلوا والحاجات ديت هنتعمق زي ما انا قلت لكم قبل كده مزيكا 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 هما على فكره دماغهم كلها مزيكا وكمان احنا عايزين نعرفكم بس على كيسي واسماعيل الاول وبعد كده اعرفكم عليهم كجروب لان هما قبل ما يكونوا جروب كانوا كل واحد منهم شغال لوحده وكل واحد منهم اوريدي ليه كارير لوحده هنتكلم معهم دلوقتي كيسي عرفنا بنفسك الاول محمود ياسر الاسم اللي انا شغال بيه في ميوزك برودكشن كيسي شغال في مرسى مطروح في فرونت ديسك اوتيل بس سني 29 سنه خلاص بقى 30 يعني اسماعيل براده شغال مخرج حاليا اتعلمت المزيكا من محمود وكده وهو علمني كل حاجه في فوتوبوس والحاجات اللي بتدوس بيها المزيكا ومن ساعتها لحد دلوقتي شغال معاه 26 سنه قبل كده فيديوز مخرج فيديو اخرجت في برنامج سقوط هنغني بيجي على القناه الاولى ايوه في مساعد مخرج تمام وبس حاجه اخرجتها بنفسي خالص بس لحد دلوقتي ما اخرجتش اي حاجه واشتغلت حبه سينما
فيلم بس ده نزلت فيه برودكشن يعني بلعب جيتار وبيانو والحاجات دي كلها وبخرج وشغال برودكشن في السينما برضه السينما كويس جدا الفيلم اسمه دقي مزيكا لسه ما نزلش هينزل كمان شويه كيسي واسماعيل دلوقتي بقى احنا قاعدين ايه في المكان اللي بيعتبره البروديوسر هو ده البيت بتاعه وهو ده الحياة المعمل المعمل اللاب بص بقى عايز اعرف منكم كام واحد واحد يعني عايز اعرف مين احسن رابر انت بتحبه واحسن رابر انت بتحبه مثلا او احسن ميوزيشن بالنسبة لك هو ده اللي بدك يعني بدك الدفع ان انت تقعد تعمل مزيكا والكلام ده بص انا بالنسبة لي يعني وو تانك فهم رزا كبروديوسر يعني فهم بس في ناس كتير قوي يعني بس ماد ليب بقى فهم عندك ام اف دوم فهم كوازيمودو ايوه بس يبقى في حاجه انسبيريشن اكتر حد يديني انسبيريشن يعني حياتي اصلا يعني هيب هوب بسمعش كتير قوي انا اصلا قايم على روك وكده حلو قوي وبلعب جيتار مع بانز وروك كده بس زي ما قلت لك الهيب هوب والحاجات دي كلها محمود بيعتمد على سامبلينج حلو جدا كنت بحب بينك فلويد اكتر حاجه سايكدلك روك يعني مزيكا مثلا انا بحب اسمعها في حاجات تانية غير هيب هوب يعني فاهم ممكن اسمع روك ممكن اسمع فاهم جاز ممكن اسمع مين عربي تاني على ما اظن فيروز ولحد تاني التجاكيت انت كنت بتسمع حاجه بص ما بسمعش عربي كتير قوي يعني فاهم بس ثقافتي في المزيكا العربي قليله بس طبعا عارف اللي هو المنتشر يعني مريب يا عم وعارف بس طبعا يعني كمزيكا مريب فاهم سامبلت منه وفي عندك عايدة الايوبي طبعا يعني بص كسامبلينج وردة في عندك فيروز في عندك ناس كتير قوي يعني سكة درويش صح على فكرة بس صح هو عمل حاجات كمان سامبلز غريبة في انجليزي انت عارف سامبلت ألفريد هيتشكوك انا سمعتها في حياتي قبل كده ان سامبل واحد مخرج انت دلوقتي خلاص على ما اعتقد في البيتس الجديدة بتاعتك قللت السامبلز شوية وبقيت تشتغل بقى مع لا في كده بس عارف يعني هي فكرة ان انت ايه انا بالنسبة لي يعني في بيتس بتحس انها موجهة يعني سيجمنت معين فاهم اللي هو الناس مثلا اللي بتسمع هاردكور هيب هوب فدي لازم تعتمد اكتر على السامبلينج وحتى الساوند كواليتي لازم تبقى قليله ودي بتبقى مقصوده شويه فيها ستاتيك شويه حاجات بالظبط الحاجات دي بتبقى مقصوده مش يعني ما بتبقاش مشكله في الـ في الـ في, الـ في التسجيل او في حاجه فاهم بس هي معموله للناس دي اللي بتسمع الكلام ده الكلام ده وفي انا سمعت برضو حاجات اللي بتعملها مع اسماعيل كي سي اي بقى موظفها بيكون فيها كيز لايف بالظبط لايف انسترومنتس بقى لايف انسترومنتس بقى بس سامبلز تبقى قليله بس بيكون لايرز معينه سامبلز وفيها لايرز لايف ده كويس ده حلو جدا مثلا تلعب بلاند ريتم جيتار عليها كده بالظبط ده شغل كنت انا وكريم ايه عمالين بنسال كده سؤال انا كنت عايز اعرف فاهم كنا عايزين نعرف انتوا الشغل التاني اللي هو بتاع كل واحد بقى انت مخرج وانت شغال في ريسبشن في فندق صح ده معطلكوا بقى ان انتوا تنتجوا مزيكا ان انتوا تطلعوا مزيكا وموقفكوا عن البروديوس ولا عادي شغال يبطلوك العملية يعني بطل عملية يعني وانا بالنسبة لي عشان انا في مرسى مطروح فاهم الموضوع بيبقى صعب شوية يعني عشان كنتك بينك وبين الرابرز كلهم اللي في القاهرة فعشان كده بالظبط فاهم فدي بتبقى مشكلة لكن المزيكا نفسها عادي بتعملها في اي حتة الموضوع بياخد معايا فاهم يعني قليل قوي لان بالليل مثلا ما عادش شغل ولا حاجة برجع بيبقى اصحابي مسجلين حاجة برجع اشتغل عليها كل يوم مثلا ساعة ساعتين وبنام حلو فالموضوع ما بيأثرش قوي يعني تمام تمام بقول لك ايه فين العدة بقى الليله اللي بتشتغل بيه الشغل بقى هو اعرف الناس هو الشغل بحاجات كتيره يعني منهم مثلا كمبيوتر فاهم انا كنت شغال في الاول كمبيوتر بس فاهم دلوقتي كمبيوتر فاهم وفي هاردوير يعني بس الكمبيوتر ميزته ان هو طبعا بيديك حاجات امكانيات كبيره قوي فاهم بروجرامز يعني يعني شغال مينلي يعني فروتي لوبس ريزن ساعات هاردوير يعني بستخدم سامبلر رولاند
بستخدم عندي سينسايزر كده فاهم البيز يعني بقى ممكن تسامبل عليه اي حاجه فاهم دخله اي صوت فاهم امبورت فيه مايك فاهم اكيد انا عارف انا عايزك بس مثلا جيتار اسماعيل يلعب جيتار فاهم توصل لا انا عايزك بقى تعرف الناس يعني برضو بطريقه سهله كده وتعمق ايه هو الام بي سي ده يعني ازاي بقى كده بقى تعالى كده تتلخص فيه يعني ان انت بص هو الجهاز ده اعتبره ان هو ريكوردر كبير فاهم تمام بس بالتريكورد مثلا حاجات ده الكيك بقى درام والسنير والبيز اي حاجه كل لير على واحد بس وبتدوس على الزرار اللير شغاله بالظبط فاهم استنى كده بس كده بس يعني مثلا ممكن نعمل حاجه سمعنا كده من كيسي بقى ليه يا جماعه كده انت عندك فهم الكلاب والبيت بالظبط بيز درام سنير طبعا 12 او 10 فعند الزرار اللوب ده بتدوس على الزرار اللوب يلاقوا لا ده بقى فانكشنز بقى انت حاجات اكسترا يلا دي حاجه كنت مسامبلها كده فاهم ممكن صوت وعليه درامز الموضوع سهل يعني وانت ممكن المايك ده ممكن تسجل عليه صوت مثلا واحد ده فوكال حط عليه حطه كده بص ممكن اصلا يعني زي مثلا انت عايز كابتشر مثلا درام مثلا ممكن تعمل بيم فاهم ببقك فاهم تلعب يعني المايك وتحطها واحده من الليل لو زي سمعونا يا جدعان نكبره بقى اكتر عايزين بقى الشغل اللي هو بقى على فوتي لوبس بقى الشغل اللي هو على الاورج بقى تلعب على الاورج مثلا وهو يعمل حاجه على الفوتي لوبس بيت معمول اه بيت حاجه واحده داخلين انا كنت شغال فيها مع عايزين نسمع دينا اه ده بصراحه ما جايين اصلا عمالين ده عايز اسمع تحس انه فخ من عامل فهد وفخ وانك تنتهي من ايقاعات وحركات تخزن معلومات وفوق صوت كلمات استاذ الكلمات شو شغال في لما لا نهايه تيجي الحاله قولني كده من عروره اقول لك بتاع البرنامج ده انا شغل بص عايش شوف انت هنسمي التراك ايه بقى لما الاثنين تبقوا كورس عليه بس هو واضح انه هيطلع طار عامه يعني انبسطنا جدا معاكم النهارده والتراك ده هيطلع على ان شاء الله يا ابني شكرا على الاستضافه دي سلام انا ما نقطعش بعض سلام ابو كيس خلاص احنا كده كده في شغل مع بعض لا في لسه بيتس يا عم في البوم بتاع حضرتك بس مش قلنا لكم هتخسروا لا كسبتوا كده معانا لان انتوا سمعتوا كيسي واسماعيل وعرفتوا دلوقتي ايه هو برنامج مزيكنا اشوفهم هناك يا جماعه ايه ده يا ابني ده ليه ده كانت ليله 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 شفتوا اتعلمنا حاجه جديده النهارده ارجو تكونوا اتعلمتوا حاجه جديده اللي ما كانش يعرف ازاي الكومبوزنج بيتعمل واللي كان يعرف ارجو برضو يكون في اضافات حصلت النهارده نقدم بعد كده دي جيز وهنقدم رابرز وهنقدم ناس كتير قوي في المزيكا استنوا معانا برنامج مزيكنا, مزيكنا.